تقف أيضا الطبعة الثانية من مسابقة الجينيريك الذهبي وقفة عرفان ووفاء لنجمين غادر عالمنا، وهما الفنان الجزائري ريم غزالي وصديق الجزائر النجمة المصرية طارق عبد العزيز. حدثنا أكثر عن الوقفة. بالضبط، ريم غزالي يعني حبيبة الجزائريين، صديقتنا كلنا التي غادرتها عقب سنوات، وهي التي قدمت الكثير من الفن الجزائري وكانت بحق سفيرة للفن الجزائري في العالم العربي سواء كمنتجة أو كممثلة أو كمخرجة. بالتالي هذه وقفة عرفان اتجاه هذه الفنانة. بالحديث عن الفنان طارق عبد العزيز صديق الجزائريين الذي زار الجزائر عديد المرات خاصة في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، وأنا كنت حاضرا، كنت أحد كنت عنصرا في طاقم التنظيم. هذا الرجل الذي عبر مرارا وتكرارا عن حبه للجزائر، وهذا الرجل ربما الكثيرون يجهلون بأن له فضل كبير في استرجاع حقوق النشيد الوطني الجزائري. أتكلم عن اللحن الذي لحنه محمد فوزي، حيث حين زار الوفد الجزائري نجل محمد فوزي الدكتور منير، كان طارق عبد العزيز أحد الوسطاء الذين ذهب مع الوفد الجزائري، وكان من أحد الأسباب المباشرة في استرجاع حقوق لحن النشيد الوطني الجزائري. بالتالي هذا الرجل أحب الجزائر وقدم الكثير للجزائر ويستحق منا كل التقدير والاعتراف. الله يرحمه ويوسع عليه، غادرنا مؤخرا. كنا نتمنى أن يكون معنا، لو كان حيا لكان موجودا في هذه الطبعة الجديدة من الجينيريك الذهبي، ولكن شاء القدر أن يغادرنا مؤخرا. ربي يرحمه ويوسع عليه.